السلام عليكم. حنا مولدين هنا مع بعضنا هاد جهة الصحراء. حنا نهار الأول ما جيناش وقفنا عندنا. حنا المبني على الشارع العام ديال الصحراء كلها. تقريبا فيه واحد 100 متر. فلما بدلوا بالغاز وقفت النافذة عليه زيادة الصفا هي الصفا ماشي الصفا. سولنا في البلدية سولنا في الجماعة قال لهم هذا الشيء صحيح. مشينا شينا عندهم عنا اليوم في الباركة. حنا كون جينا في الطبلة هذاك هو المصير ديالنا. ودابا الفلوس دخلوا في الشطر الاول راه مجهزين الشطر الاول. ودابا الاعمال توقفت 4 سنين ولا 5 حنا كنتكرفسوا ودابا المسؤولين كيتفرجوا فينا. انا راه جبت خمسه ديال الرمله كنقول عليا مقدم لي ما كنطيب. وعلى هاد الشيء التراكسات والكاميوات والطروطوارات والشوام وخدامين الشطر الاول في 30 كار كلها راه مجهزه ما شافوهمش راه خصهم يبقى ياكلونا راه المسؤولين ديالنا هما اللي ضيعونا. اللهم انا هذا مكر حنا دابا كنتكرسوا واش هما غالبا دابا هاد الماينر يبيعوها في مزاد العالم ويعطوا في كل الناس. حنا كنمشيو نطرقوا جميع الابواب. حنا دابا دخلونا للحبس التحصيلي للمحافظه التيكت ولكن يتسكونا الى بغاو يبيعوها الى بغات في حد من المحكمه ما غادي يهربوا حتى واحد. جوج سواعده ما فقيل وحدين ما بغاوش كيقول لك اللي بيدك سوي زعما جي جهدك حيت هما المسؤولين من جوالهم معاطين معاهم ومعاطين معنا حنا وهذا هو. السلام عليكم. شكرا. المتطلبات الحاليه ديالنا هي ان الرئيس الله يجزيه بخير امر استخلاص المحاصيل طلب ديالهم لان هاد الناس وعدهم ما غاديش يحلوا هما عندهم مشاكل بيع دياتهم وما عمرهم غادي يتفاقوا. حنا ولات عندنا غير قناعه ان دوك الناس ما عمرهم غيتفاقوا. غاتبقى في خدام كلتور الشرع وغاتبقى في كلتور الخدام يا جماعه. عندكم عقد شراكه مع ديك الشركه اللي معانا انها مش شركه عاديه انها شركه كتجهز وفي نفس الوقت هي شركه في عقد المشروع. واش حنا ما بغيناش كنعرفوه انا خوينا خلينا مع مكتب البيع اللي فوق العقار عقد السواعده اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.